انت بتغني مثلا في انجازات بتتعمل. ما انا بقول للسيد الرئيس كمان حاجه، الرئيس السيسي نفسه ينام ويقوم يلاقي اوروبا اسمها جمهوريه مصر العربيه، خلاص فاتجه للانجازات المتلتله اللي هي قاعده البنيه الاساسيه، وصب ظهره عريان اللي هو الفقير واللقمه. لا، الغي مشروع من دول وبص للغلبان هحمي ظهري، فهتلاقي الغلبان معايا يعيدني في بقيه الانجازات. انما اوعى تفتكر ان انا هنجز كل ده واستنى لما اللي وراه هيموت من الجوع وبعدين اقول له بص هو هيكون مات. لا، لازم هو بيضرب مثل يا جماعه للحكومه، خدوا بالكم من الغلبان، خدوا بالكم من الاسعار، خدوا بالكم. طب الراجل السعر اللي هو بدا حاجه العدس 37 جنيه يا خبر اسود، ده العدس ده لقمه الغلبان. يقعدين طب لنا اعمل لنا شويه عدس ننسى بيهم. طب البصل هات لنا بصلتين في الغيط نكسرهم ناكلهم، لا ده بقى غالي ما تقدرش تشتريه. طب الكوسه، طب الكذا، طب الفاكهه، الفاكهه معفنه. عمري ما شفت في بلدنا فاكهه ملاش طعم، احلى فاكهه كانت فاكهه مصر البرتقال. كان يليه بعد كده يقول لك زمان البرتقال اليفاوي، قال بعد البرتقال المصري طلع اليفاوي ورا منه، انما القمه طعم عسل. ايه اللي خلى المسوخه اللي في الاكل؟ الري. طب فينك انت مسؤول الري؟ الله، ده في مصانع بترمي في النيل كذا. وتسببنا نتيجه الاعلام اللي احنا اتهمناه ان هو سبب الخراب. هو جزء من الخراب، هو اذا بليتم فاستتروا. ربنا لما انسان بيخطئ ربنا بيغطيه، بيقول لك ما تفضحوش.